هناك أبحاث بتشير إلى أن مع وصولنا لعشرين ثلاثين، مش بتكلم على مصر، على مستوى العالم في عزوف على المهنة على مستوى العالم في 2030، وده ناقوس خطر يخلينا كلنا نفكر في كيفية يعني إيجاد فرص إن احنا نبقي على الأطباء وهم الجوهرة اللي مصر استثمرت فيها سواء بعقولهم أو بتدريبهم من الهروب أو من الخروج. وده تحدي كبير جدا، في جزء منه أكيد مادي لكن في كمان جزء معيشة. مش مشكلة عجز الأطباء في إن أنا عندي نقص في عدد الخريجين فعايز أزود عدد الخريجين، هو إحنا بنضحك على بعض؟ أنا عندي حل مخروم، فبدل ما أسد الخرم أروح أقول لا افتحوا الحنفية زيادة، ما كله هيخرج. في الحقيقة طول ما المرتبات متدنية وفي مشكلة في بيئة العمل ونقص في المستلزمات واعتداءات يومية على الأطباء بدون حماية وتشويه متكرر للأطباء في الكثير من وسائل الإعلام مما يعد تحريض للمواطن على الاعتداء المتكرر على الأطباء، طول ما ده بيحصل هتستمر مشكلة هجرة الأطباء للخارج. الأطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصة عمل في حتة تانية عشان عايز يعيش، مش هو عايز يعيش وانا بديله مرتب كويس؟ طب هو السؤال، وانا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ دكتور مش قادر. اثبتت الايام الماضيه والايام القادمه اهميه وجود طبيب مصري متميز داخل الوطن، هو ده اللي هيقدر يعني يخلينا كلنا نبقى فخورين بمنظومه الصحيه.